اتفضل. ثم يأتي بعد ذلك فندم مشروع الصوب الزراعية في اللاهون. وإحنا سيادتك بنتكلم عن الصوب عموما، هو أسلوب يتحكم في الظروف البيئية المناسبة لنمو المحصول. إحنا هنا بنقول كده سيادتك لأن نرجع تاني لموضوع سيادتك التغير المناخي الذي أصاب العالم. هنا سيادتك بتتكلم عن منافع كبيرة جدا لوجود الصوب الزراعية سيادتك داخل هذا، يعني داخل القطر المصري، وإحنا تقريبا تصنيفنا الثالث أو الرابع سيادتك. عندنا في أسبانيا والمغرب وتركيا بقينا من أكبر الدول اللي عندها سيادتك كم كتير من الصوب الزراعية، وإحنا إن شاء الله مستكملين فندم وفقا للتوجيهات. عندنا 16,000 فدان، منهم 1800 صوبة، منهم 800 صوبة أسباني، الصوبة 6 فدان، وعندنا 1000 صوبة مصري هكتار. بنتكلم عن استراتيجية جديدة سيادتك في الزراعة نظرا للتغير المناخي، إن إحنا في خطة إن شاء الله موضوعة، هيبقى في زراعات من الفاكهة سيادتك هتبقى موجودة. أيضا أما نتكلم عن الفاكهة سيادتك، يعني عشان برضو فندم قد يكون سيادتك ان حد ممكن يستغرب ان زراعات الفاكهه داخل الصوب، لا، زراعات الفاكهه داخل الصوب سيادتك في ظل التغير المناخي عندنا مشاكل حصلت في زراعات المانجو سيادتك وزراعات الزيتون الموسم القادم بسبب التغيرات الموسم السابق بسبب التغيرات المناخيه، احنا بنتفادى ده داخل الصوب باستهلاك ميه سيادتك اقل، انتاجيه اعلى، انتاج مبكر. ان شاء الله فندم تاكيدا لهنا احنا عندنا المشروع ده وفي جراف يعني هيشرح طبعا، لكن ما فيهوش الصوب الزراعيه، احنا عندنا 40,000 عامل يومي عماله غير مباشره في هذا المشروع و5000 عامل مباشر سيادتك. بدء تشغيل المشروع ان شاء الله فندم في 15 يوليو القادم اول مرحله، وهو على ثلاثه مراحل، ان شاء الله انتهاء هذا العام باذن الله، وهيكون سيادتك اضافه جديده سيادتك للاقتصاد الزراعي، وهدفنا فيه تنظيم طرح الانتاج طول العام للتغلب على التقلبات السعريه الحاده باذن الله يا فندم. معلش ارجع لو سمحت، انا هنا في الصوب الزراعيه كنت اتكلمت عليها قبل كده وبتكلم عليها، وكان اخر كلام ليا مع الدكتور مصطفى قلت له الصوب الزراعيه بالنسبه لي محطه تحليه، مش كده يا دكتور؟ كلام غريب قوي، يعني انا بدل ما اعمل محطات تحليه واخد الميه ازرع بيها، لو ده امر غير اقتصادي على الاطلاق يعني. لكن فقلت له الصوب الزراعيه دي بتاخد الفدان بتاعها بياخد كمية مية أقل من الفدان حتى اللي بيتروي ري حديث. أنا بقول كلام مظبوط مع وزير الزراعة؟ ما أنا عارفة بها. تمام ست. مش كده يا فندم؟ يعني أنا النهاردة لو كنت بزرع الفدان بمتوسط 10 15 20 ألف متر مية في السنة، بالصوبة الزراعية يمكن الكمية دي بتنخفض أكتر من 50 60%. أنا بقول كلام معقول؟ طبعا انا ما قلتش اكتر من كده. لا طيب حد يقول لي طب الصوبه دي الفدان بيكلف مليون جنيه واكتر، ده انا بتكلم كصوبه بس مش كبنيه اساسيه كهرباء وطرق وحاجات اخرى. الصوبه الحديد دي ساعه لما خدنا القرار ده من 3 سنين ان احنا نعمله كانت بمليون جنيه بهاء. تمام سيادتك افهم. مش كده؟ بالظبط سيادتك افهم. ها؟ اللي هي بتغطي فدان. يعني 16,000 فدان دول ب 16 مليار جنيه. 16 مليار جنيه، لكن كمية المية المستخدمة ليهم ل 16,000 فدان دول قد يساوي في الري بالتنقيط تقريبا 4,000 فدان 5,000 فدان. ثم حجم التشغيل اللي هيتم عليهم. إذا لو أنا النهاردة نظريا قلت إن أنا أزرع، لما جيت طرحت الموضوع ده من 4 5 سنين وقلت إن إحنا نزرع 100,000 فدان صوب في الوقت ده، او قلنا 50,000 فدان وبعدين بنتكلم في 100,000 فدان، الارقام اللي بنتكلم عليها كفلوس غير موضوعيه خالص. من منظور ايه؟ ان حد اقول له تعالى اعمل صوبه يقول لي ده هتتكلف غير ثمن بنيتها مليون ولا 2 مليون جنيه عشان اطلع انتاج هيجيب لي كام؟ مش هعملها. مش ايه؟ مش هعملها الا اذا كنت هصدر. يا لا يا بهاء، كنت هصدر سيادتك. كنت هصدر فالتصدير هيقول لك اللي كنت بتقول الكيلو ب 3 4 5 جنيه 7 جنيه 10 جنيه هيبقى ب 2 3 يورو، مش كده؟ وبالتالي لا يدفع فيها. ده منطق ومنطق اقتصادي نحترمه، ولكن منطق الدوله لابد انك يبقى ليك مسار مختلف لما تكون ليك ظروف مختلفه في بلدك، والا هتفضل تقول كلام ما يتعملش وتقول حلول ما تتنفس، تقف هنا على البنش تطرحها وتعلنها للناس
والنتيجة صفر. والنتيجة ايه؟ لانك انت قلت وما تابعتش اللي انت قلته ونفذته ولا ما نفذتوش، والارقام المطلوبة ليه اتحققت ولا ما اتحققتش. برضو بقول الكلام ده لينا كلنا اللي موجودين، وانا شايف اعلاميين موجودين معانا قاعدين، اهلا بيكم. القصة قصة المعرفة والإدارة. كتير مننا يقول احنا بليه بيتدخل احيانا في البرامج وهي بتتعمل؟ هو عنده وقت يتفرج؟ اه طبعا، لان انا عايز اعرف احنا هنشكل فهمنا ووعينا للناس ازاي.